مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. معنا الدكتور محمد أديب الشقيلي، اللي الهدف الأسمى دياله هو الشق الإنساني. أعطى وعد أنه بغى يدير الفحص ويدير العمليات إذا استدعى الأمر ذلك حوالي حتى 2000 في الشهر، إلا أن المندوب له رأي آخر أعطاه الرفض. تبعوا معنا عدد كبير مغاربة القصة والتفاعل ديال النقابة ديال الحقوقيين الكل مع الدكتور. هناك مستجدات جديدة في الموضوع، وكذلك علاقة السيد الوزير ديال الصحة بالموضوع ديال الشقيلي. دكتور، وضعنا معك الفيديو السابق التفاعل المغاربة اللي تنور الرأي العام، أن أنت زدتي معنا ديك الساعة وكتمنى أنك تساهم وتفتح الناس فابور باش تساعد فيما يخص التخصص ديالك اللي هو طب العيون. شنو الجديد اللي كان في الموضوع من بعد الفيديو؟ الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتفاعل، كان تفاعل كبير ديال الناس المواطنين المغاربة داخل المغرب أو خارج المغرب بشكل قياسي، وهاد الناس هادو ضمنوا مع البادرة الطيبة اللي حاولت ندير، ولكن مع الأسف الشديد هناك كان الرفض ديال السيد المندوب. أن النقابات ديالنا ديال الأطباء تفاعلوا معايا بشكل كبير وتضامنوا معايا، وغادي يدخلوا في الموضوع باش يحاولوا يلقاو حل هاد المشكل ديال اتفاقية الشراكة ديال القطاع العام مع القطاع الخاص. دابا كاين الشراكة ديال القطاع العام مع القطاع الخاص، وما كايناش ديال القطاع الخاص مع القطاع العام. التفاعل اللي قلتي لي ديال النقابة، شنو الخطوات بالضبط اللي دارتها أستاذ؟ وكذلك بعض المعلومات اللي عندي أنه السيد الوزير على اطلاع بهذا الفيديو وبهذه المعطيات. بدا معي بالنقابة وعطيني السيد الوزير وتكلمي على المدير الجهوي تاعو اللي قلتي لي هو تيحفزني، ولكن إكرهات جاية من المندوب. النقابة عاد الوزير. بالنسبة للنقابة، النقابات هناك ثلاث نقابات، الكوليج السنديكال، اس ان ام اس ال، وسنورم، قاموا بالترحيب بالفكره وقاموا بالتنديد بهاد الانشطه اللي كيقوموا بها الاطباء ديال القطاع العام في القطاع الخاص، وتفاعلوا معايا وغادي يدخلوا مع السيد الوزير باش يلقى حل، باش يلقى عمل حقيقي لهاد اتفاقيه الشراكه، باش يقوموا الاطباء ديال القطاع الخاص يتعاونوا مع القطاع العام، ماشي العكس. ماشي القطاع العام اللي كيمشيو للقطاع الخاص وكيهجروا المستشفيات ويخليو الناس المواطنين بدون تطبيب. نعم. السيد الوزير السيد الوزير على حسب معطياته المعلومات، لان انا راسلته، وعلى حسب داكشي اللي كيتقال بانه هو ضد هذا الشيء، ضد هاد الاكراهات وهاد الاعمال الغير طبيعيه اللي كيقوموا بها الاطباء ديال القطاع العام في القطاع الخاص. نعم. التفاعل ديالو مع القصه ديالك انت في اطار التطوع، بغيتي تفتح الناس، دوز الناس فابور، نصطو مع الناس، لقيتي اكرام من عند المندوب قال لك احنا ما محتاجينش، رغم انه ذاك المستشفى عنده طبيبه واحده ومريضه وما تجيش مره في شحال، وعدد مهوي ديال الناس كيعانيو في العيون ديالهم، يعني كاين الخصاص. السيد الوزير شنو دار في هذه الخطوه؟ على حسب العلم ديالي، ان السيد الوزير دخل ونفاعل وتفاعل معايا في هاد البادره، بحيث انه هو امر السيد المدير الجهوي والمندوب باش يقوموا بحل هاد المشكل. وحسب المعطيات الاخيره، هناك اجتماع طارئ اجرى ما بين السيد المدير الجهوي والمندوب ديال وزاره الصحه بمولاي رشيد، والسيد المدير ديال استدعاهم المدير الجهوي وداروا اجتماع. لحد الساعه باقي ما عرفناش النتيجه ديال هذا الاجتماع. هاد البادره اللي درتي، الرساله ديالك للجمعيات كذلك، ودرتي خطوه ايجابيه، وحتى الاطباء معاك، كيفاش حسوا بهاد الخطوه اللي درتي والرساله ديالك اليوم؟ الحمد لله، هذه الرساله هذه الناس كاملين تفاعلوا معايا، والاطباء والجمعيات الحقوقيه والجمعيات الجمعيات اللي كيقوموا بالبوادر الانسانيه في مجال التطبيب والحملات الطبيه اتصلوا بيا وحطوني باش نتعاون معاهم ونقوم بعمليات جراحيه في القوافل الطبيه المتخصصه التي تقوم باجراء عمليات داخل ربوع المملكه.
دكتور شكرا لك، وغادي نتبعوا معك ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، هذا هو جديد دكتور محمد علي الشقيلي، محمد اديب محمد اديب الشقيلي عفوا. تفاعل ديال السيد الوزير حاليا وكذلك المدير الجهوي اللي تنوي الراي العام اكثر في الموضوع وبدقه، انه الدكتور عنده اكثر من 30 سنه في التخصص ديال طب العيون. دكتور الشقيلي 15 سنه دوزها في الخاص و15 سنه دوزها في العام. كان عنده واحد النداء من الام ديالو قبل ما توفى انه يهتم بالفقراء بشكل كبير. دار هذه البادره وكيقول لك انا مستعد انني نفحص ونشرف على العمليات الجراحيه في طب العيون بدون مقابل. اول خطوه دار انه تناقش الموضوع مع المدير الجهوي. المدير الجهوي تفاعل ورحب بالفكره، ولكن مع احترام السلم قال لي خبر المندوب. المندوب له راي اخر، قال لي احنا ما محتاجينش، رغم انه المنطقه او المستشفى اللي تابع عليه هذا المندوب اللي تابع عليه هذه المندوبيه عنده خصاص كبير، عنده طبيبه وحده وشيئا ما تعاني من مرض ما تجيش دائما، وعدد هائل من الناس في هذيك المنطقه اللي كيعانيو. علاش خدا هذا المندوب هذا القرار بهذه الطريقه؟ علامه استفهام. مشاهدينا الكرام، النداء ديالنا مره اخرى للسيد الوزير، لو تم تفعيل مثل هالطلبات ديال الاطباء هذا نموذج كيفاش غادي يكون عندنا احنا الوضع ديال الصحه في المغرب في جميع التخصصات. كل من ساهم او ساعد، وهذا هو الهدف الاسمى في الموضوع، نعلم جيدا الوضع ديال الصحه في المغرب ليس على ما يرام انطلاقا من الوزاره وجميع المستشفيات، ولكن هذه بادره خير تطوع 30 سنه تيستخلصها في الاواخر ديالو في المسار ديالو انه يدي الاجر مع رب العالمين. لماذا يتم المنع؟ النداء مره اخرى للمدير الجهوي، تفاعل مع الطبيب، وكذلك مشكورين الحقوقيين والنقابات. اعطيونا 10 بحال هاد الاطباء غادي يكون عندنا مستوى عالي في التطبيب. كل من ساهم او تطوع بدون ربح مالي، نعلم جيدا التكلفه، والمواطن المغربي الله عز وجل اللي على الوضع ديالو. حنا ما جيناش الان باش نبداو نتكلموا على شيء، المغاربه عارفين وتا الوزير عارف، ولكن هذا نموذج. دورنا هو ايصال صوت هذا الطبيب الى من يهمه الامر والى من هو في محط صنع قرار. انت السيد الوزير، انت السيد المدير الجهوي ديال الدار البيضاء، ارجوك تفاعل، هذا هو اجر الله سبحانه وتعالى يقبل لك اجرك. يسر الامور، افتح الطريق فيما يخول له القانون انه يساهم بالاجر ديالو في سبيل الله ويتطوع مع الناس. مشاهدينا الكرام، نحن دائما على تتبع موضوع الدكتور الشقيلي الذي يريد ان يتطوع بدون مقابل من اجل الفحص وعمليات جراحيه في طب العيون للتخصص ديالو، الا ان المندوب له راي اخر. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.